السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جاي بفكرة جديدة، فكرة الترموستات اللي هو الانالوج، اللي هو الساعة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طبعا انا هعمل ان شاء الله تفقيس عن طريق ان شاء الله الترموستات دوتي، وهنشوف ايه الميزات والعيوب بتاعه، وان شاء الله باذن الله هنعمل مقارنه بينه وبين الترموستات الديجيتال. طبعا انا بعمل الفيديو ده يا جماعه عشان خاطر حبايبنا اللي طبعا مش متوفر لهم اللي هو ايه الترموستات اللي هو الديجيتال، مش موجود عندهم، فهو ممكن ده ان شاء الله هتلاقوه متوفر عند الناس اللي هم المحلات بتاع قطع غيار التلاجات والمبردات، هتلاقوه ان شاء الله عندهم. بس المشكلة بقى في حاجة، ان حضراتكم يعني معلش ممكن يعني ايه لو حظك حلو هتلاقيه على طول من اول مرة. يعني انا بالنسبة لي انا لفيت على اكتر من 7 محلات او 8 محلات علشان خاطر اجيب الترموستات ده يا جماعة. طبعا ناس هتقول لي متوفر، طب الحمد لله هو متوفر عندك فما فيش مشكلة. انا كان عندي المشكلة كلها يا جماعة عشان بس نبقى الناس فاهمين الوضع. الترموستات ده يا جماعة زي ما انتم شايفين كده بادئ من 0 لغاية 40، وهو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة عندنا في تفي التفقيس اهو زي ما انتم شايفين. اوضح لكم شوية، انت لو كان على الارض واضح اكتر. فالمهم الترموستات ده يا جماعة نهايته 40 درجة. طبعا احنا عندنا التفقيس بتاعنا اقصى حاجة عندنا اللي هو بيبقى 37.8 بالنسبة للسمان وللرومي، ده الحاجات اللي احنا ايه يعني احنا نعرفها او نقدر ان احنا نفقسها في اليومين دولي، او المتاح عند الناس عامة. انا بعمل يعني ايه على السواد الاعظم بالنسبة للناس اللي هي عندها او ممكن تربي ايه يعني اي حاجة من هذا الكلام او من هذه الطيور. طيب مبدئيا يا جماعة الترموستات ده برضو عشان الناس تبقى عارفة النظام بتاعه ازاي. طبعا ده يا جماعة الترموستات دوتي بيشتغل على 220 فولت، يعني زي ما انتوا شايفين كده 220 فولت قدامكوا يا جماعة، ماشي، حتى كاتب هو 250 فولت 16 امبير. يعني خلي بالكم برضو الحتة ديتي 16 امبير ده يا جماعة يعني معناها ان هو ممكن تحمل عليه لغاية يعني مثلا ده يشتغل على تكييف يا جماعة 1.5 حصان، واخدين بالكم؟ فده يعني يعتبر يعني المفروض يعني ان هو يدي كفاءة عالية جدا بالنسبة للاستحمال. طبعا ده معمول 2017، هو عندي والله فعلا بقاله يعني من المدة ديتي. انا طبعا كنت ده مشغله يا جماعة على الفقاسة اللي هي عندي الديجيتال، وبعدين يعني الناس اللي متابعاني هتبقى عارفة ان انا كنت مركبه عليها اول ما عملت فيديو عملته كان متركب بيه. بس بصراحة انا لما عملت اللي هو ركبت الديجيتال بصراحة يعني هو مفيد جدا وسهل جدا ومضبوط اكتر من اللي له، وطبعا هنعرف باذن الله الايام اللي جاية في دورة التفقيس باذن رب العالمين ان هو بقى ازاي. بس طبعا يعني انا بعمل الفيديو ده عشان خاطر الناس اللي هي ممكن يعني ما يكونش عندها المبالغ الكبيرة، هو عايز يعمل فقاسة بمبلغ قليل، لان مثلا ممكن يفقس مرة او مرتين، او مثلا تبقى عنده حاجة كده يعني ايه بسيطة. فده كان سعره يا جماعة 65 جنيه اياميها، ايام ما كنت شاريه. طبعا هو مش هيزيد كتير، يعني لو هم هيزيد له مثلا 20 30، يعني مثلا قول ب 100 جنيه، ما اعتقدش ان هو حتى يبقى 100 جنيه. وباذن الله برضو لو عديت على الراجل هبقول لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه سعره بالضبط قد ايه علشان خاطر الناس تبقى عارفه النظام ازاي. طبعا يا جماعه الترموستات دوتي المفروض انت لما حضرتك بتشتريه لازم تختبره قبل ما تجيبه. طيب حضرتك انت هتقول لي هتختبره ازاي؟ زي ما احنا شايفين يا جماعة الترموستات ده ليه بداية ونهاية في 0 ولغاية 40، تمام؟ احنا المفروض لما نقف عند الزيرو هنا كده
العلامة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين هنا، في هنا شرطة تحت اهي، دي المفروض يبقى هنا عند الصفر. تمام تمام طيب المفروض الصفر دوتي هو المفروض يفصل عند درجة الحرارة الدنيا. يعني احنا بالنسبة لنا هنا في دمياط عندنا درجة الحرارة النهاردة في حدود مثلا الوقت يعني الوقت اللي احنا فيه ده بالظبط بتقيس حوالي من 19 لغاية 22 درجة بالتقريب. طبعا انت حضرتك وانت بتشتري الترموستات ده انت هتاخده من الراجل تفتحه من العلبة وهتستشعر الجو اللي انت فيه. يعني انت لو انت عندك مثلا معاك مقاس الحرارة اللي هو الزئبق ده الأحمر اللي هو بتاع الدجاج، خده معاك علشان تبقى عارف درجة الحرارة اللي انت واقف فيها بتبقى كام، وهتبدأ تمشي الترموستات من صفر لغاية خمسة وانت طالع كده. طبعا كده انا بزود 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 اهو لغاية اما بيجي يا جماعة عند المكان ده اهو، هتسمع او هتحس بتك، هتلاقيه يعمل تك. ليه؟ لان هو بيقيس حرارة الدنيا يا جماعة، لان هو بادئ من صفر لغاية 40. فاحنا هنجيب كده اهو، فصل اهو يا جماعة يا دوبك اهو، زي ما قلت لحضراتكم فصل عند 19 او 20. بتحس بتلاقي لان هو عنده جواه يا جماعة جواه ريليه، الريليه دوتي بيفصل وبيوصل. هو طبعا ده يا جماعة الحساس بتاعه ده عبارة عن غاز خامل من انواع الغاز اللي هي الحساسة او اللي بتحس بالحرارة جامد. دي طبعا انبوبة، الانبوبة دي لازم تكون طبعا بالماسورة بتاعتها لازم تكون سليمة جدا ما فيش فيها اي ثقوب، وده اللي هيبين لك هنا في الجهاز بتاعنا ان هو فصل معاك. لكن انت لو انت قعدت مسكته من الاول للاخر، يعني فبص انا عايزك تسمع كده اهو، اسمع هحطها لكم جنبكم عشان تسمعوها جنب ال اهي، سامعين كده يا جماعه؟ ده مكان الريليه يا جماعه اللي بيفصل ويوصل اهو، عند زي ما انا قلت لكم عند ال 19، عند ال 19 وايه وال 20، يعني 19 ونص تقريبا. فالمفروض ان الغاز ده ساعة لما بيحس بالحرارة بيقوم يعمل ايه؟ يعمل ضغطة هنا تساوي لمقدار الحرارة اللي هي موجودة في المجال او المكان اللي احنا واقفين فيه، بيقيسهولك على طول مباشر حتى لو هو مش متوصل، لان هو اصلا من خواصه ان هو بيشتغل مش عشان خاطر يعني ان انت تدخل له كهرباء عشان يبدأ يقيس، لا ده بيقيس باستمرار. لذلك لما تيجي تعين يا جماعة دلوقتي ما تعينوش على درجة الحرارة الدنيا بتاعتنا، لازم يتحطوا على صفر. يعني بالنسبة لي كنت عامله على صفر علشان ما اعملش يعني ايه ما اهلكش عندي الجزء اللي هو بتاع الريليه في الشغل في الحرارة. يعني انت بتبقى راكنه الحرارة لما ترفع لدرجة تقوم يشتغل، يعمل يشتغل ويفصل ويشتغل، وانت حضرتك اصلا فاكر ان هو متعان ولكن هو عمال يشتغل جوه، بيقوم ايه يعني يستهلك بدري. فانت يا اما تعمله على اقصى درجه يا اما تعمله على اقل درجه، بشرط ان هو ما عادش يتحرك معاك خالص طول ما انت عاينه وما بتشغلوش، عشان لما تيجي تشغله يبدا يشتغل معاك. طيب بالنسبه للتوصيله بتاعته يا جماعه علشان خاطر نخلص الفيديو ما نطولش عليكم، طبعا ده يا جماعة بياخد 220 زي ما احنا قاريين كده بالظبط، بياخد 220 او 250 على طول مباشر على طول عليه. وفايدته يا جماعة زي ما احنا قلنا ان هو انت لما بتضبط على درجة الحرارة اللي انت عايزها هنا ماشي، يعني مثلا لو احنا قلنا هنظبطه على 37.8، تمام. طبعا عندنا العلامة بتاعتنا هنا، هنفضل نطلع كده لغاية لما نوصل على 37.8 اهو، دي كده تمام. هو بيفضل شغال، المفروض هو بيعمل ايه؟ طبعا يا جماعة بالنسبة للتوصيلة زي ما احنا قلنا بياخد 220 على طول. طب انت هتقول لي التوصيلة ازاي؟ انا هقول لحضرتك التوصيلة الوقت اهو على طول عشان خاطر الناس ايه تبقى فاهمة الوضع بالظبط ازاي. فيلا بينا نشوف ازاي ان احنا هنعمل الكلام ده. كده يا جماعة الخير انا جبت لكم هياني. طبعا اللي احنا هنحتاجه هنحتاج وصلة بفيشة تمام، ودواية عادية،
ومصباح 100 فولت يا جماعه، 100 واط قصدي يا جماعه، 220 فولت او 250 فولت. او طبعا ما عندكم يعني، لو في العراق ممكن يبقى 120 او 140 حسب الاحوال بتاعتكم. المهم بتجيب مصباح علشان حراري، ده اللي هنشتغل عن طريقه يا جماعه، نفقس عن طريقه باذن الله، ويكون او يكون ده اللي هو مصدر الحراره بتاعتنا. تمام. طبعا احنا بنركب المصباح في مكانه. تمام. وكل التوصيله اللي احنا بنعملها يا جماعه الخير، ان احنا بنعمل ايه، احنا بناخد مثلا الترموستات بتاعنا اهو، احنا اللمبه هنحطها، وهيبقى مثلا الترموستات ده يا جماعه مش هنحطه، ما ينفعش ان احنا نحطه داخل الفقاسه يا جماعه، هو المفروض ان شاء الله ده هيثبت بره الفقاسه. وطبعا انت معاك ديتي طول تحطه في مكان قريب من البيض الحساس بتاعنا ده، علشان خاطر يظبط معاك درجه الحراره بتاعتك وتبقى ان شاء الله مظبوطه. تمام. طيب كل اللي احنا هنعمله، احنا محتاجين يا جماعه الخير زي ما انتوا شايفين كده، محتاجين معانا اتنين من الدولي، هناخد اتنين بس. تمام. وهناخد الوشين بتوعه اللي هما الغطيان. تمام. ونشوف هنعمل ايه بإذن الله. طبعا انا هشتغل على طول علشان خاطر نخلص بقى الفيديو. احنا بنيجي يا جماعة الخير، مثلا هنقول احنا هندخل فقاسة اللمبة بتاعتنا بتاعت الفقاسة جوه كرتونه مثلا، وهيبقى احنا عايزينه بره، فهنعمل ايه، هنروح جايين كده ونبدأ نقطع، بس نحاول ايه، طبعا هو السلكين هنا بيبقوا جنب بعض يا جماعة، احنا هنقطع فردة واحدة بس كده زي ما احنا معنا، ونطلعها على طول، ونتأكد برضو ان احنا ما قطعناش او ما سلخناش. لو هو السلخ مننا عادي مفيش مشكلة، هنجيبش كرتون ونعزله، مفيش اي مشكلة يا جماعة الخير. تمام. لا الحمد لله انا ما جيتش جنبه خالص اهو. نكمل قطع الاخضر. طبعا هي فردة حمراء وفردة خضراء، احنا خدنا اي فردة مفيش مشكلة برضو، لان احنا عندنا الكهرباء بتاعت المنزل مترددة، فكل الاجهزة بتاعتنا بتبقى متظبطة على انها تشتغل سالب او موجب، مفيش مشكلة يعني، سواء التيار اتعكس عليها او ما اتعكسش مفيش مشكلة. اتعكس ده برضو هنقول للناس اللي هي بتاخد يعني عايزة تفهم برضو، احيانا يا جماعة شركة الكهرباء يعني، انت بتبقى جاي قايس مثلا ان القايس مثلا في الفيشة بتاعت حضرتك الاتجاه الكهرباء مثلا على رقم واحد والارض على رقم اتنين، بتفاجئ انت مثلا بعد يومين بتقيس تلاقيت الارض بقى على واحد والكهرباء بقى على اتنين، دي معناها يا جماعة عكس التيار، التيار بيتعكس. فطبعا ده بالنسبة لنا مفيش اي مشكلة، لان زي ما قلنا جميع الاجهزة بتبقى ايه، بتبقى يعني مظبطة على انه لو هو معكوس حتى مفيش مشكلة. وبعدين بندخل الغطا اللي هنبدأ نبقى نحطه تاني عشان نغطي بيه، ما يحصلش معانا اي كهرباء بإذن الله. وبعدين بنثني ده كده يا جماعة، يا رب بس الصورة يعني ايه، احاول اوضحها لكم. وهندخل احنا طبعا تنال السلك، وهندخل ده كده، وبقى الصفة يا جماعة نبدأ نضغط عليه بالجنب كده عشان نثبته، من الجنب اليمين الاول وبعدين الشمال اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. وبعدين بنقفل من الجنب ده كده، ونخلي بالنا ما نضغطش قوي يا جماعة الخير عشان خاطر ايه، لان طبعا هو حاجة بسيطة، لو انت ضغطت جامد دي بالقصافة هتروح قطمه، يبقى وزن احنا الدنيا كده. وبعدين نبدأ نغطي يا جماعة بالغطا بتاعنا علشان نعزل المكان، ما يبقاش فيه، لان طبعا ده تيار 220
يبقى في كهرباء مباشرة على طول ممكن تأذي أي حد. فاحنا لازم نعمل أمان، نأمن مكاننا عشان خاطر إيه ما يبقاش إن شاء الله في أي مشكلة. طبعا دي برضو هندخل الغطا، ده مهم جدا يا جماعة، يعني ما كانش موجود حاول إن أنت تشتريه من عند الراجل اللي هو بتاع الكهربائي، قول له أنا عايز غطيان ليه اللي هي حكمانة بقى، سبحان الله ناسي اسمها خالص، الوقت تايهة مني، مش فاكر دي اسمها ايه بصراحة يعني يا جماعة، متزعلش مني بقى ايه، اما ابقى افتكرها بقول لكم في فيديو تاني. طبعا لو في زيادة بنحاول ان احنا نقصها عشان خاطر ايه ما يبقاش في عندنا ايه شعر او سلك زيادة يعمل لنا ايه شورت كهرباء يقوم يأثر على طبعا يكهرب الناس مثلا او كلام من ده. بنحاول ان احنا نقطع وننظف على المكان بالظبط عشان خاطر ما يبقاش ان شاء الله في ايه اي ماس كهربائي يزعلنا بعد كده، ويبقى امان حتى لو اولادنا او اي حد قرب منها من الفقاسة ما نبقاش خايفين عليه. بسم الله. كده يا جماعة خلصنا، نغطي بقى زي ما احنا قلنا قبل كده. تمام كده يا جماعة التوصيلة بتاعتنا جهزت معانا. طبعا دي ملهاش زي ما احنا قلنا يا جماعة ملهاش اي اتجاه، ملهاش اي اتجاه لا شمال ولا يمين. انت كل اللي هتعمله حضرتك هتركب السوكت بتاعك في قلب اي واحدة، دي شمال ودي يمين. طبعا لازم الناس تاخد بالها كويس جدا ان انا عملت ايه من التوصيلة، عشان برضو انا برضو هوريها لكم، بس اركب بس كده السلك وهوريكم ان شاء الله بالظبط عشان خاطر ايه برضو ما يبقاش في اي غلط. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين عشان محدش يرجع يعمل قفلة في بيته ويقول لي انت غلطان، انا يا جماعة اخدت فردة واحدة، فردة واحدة من الكهرباء اللي داخلة البيت اللي هي بتاعت الفيشة اهي، تمام اهي الفيشه اهي والسلوكه بتاعتنا اهي، اخدنا فرده واحده دخلناها على الترموستات ماشي، وبعدين الفرده التانية معاكو سليمه اهي، مفيش فيها اي حاجه، ما عملناش فيها اي حاجه. فدي يا جماعه الخير ان شاء الله هنبقى نقفلها كده، ايه هنبقى نقفلها ان شاء الله باذن الله بحته الشكرتون كده، بشرط ان احنا ايه ما يعملش مشكله مع دني، لما طبعا تتفرد كده ممكن ايه ياثر هنا، ممكن يقطع الدنيا، فاحنا هنربط دي بشكرتون وممكن نقفلها خالص علشان خاطر إيه؟ ايه نعزل المكان. طيب نجرب كده بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل بقى الحاجات دي كده الادوات دي ونوصل التيار بتاعنا ونعمل تيست كده على السريع ونشوف هل يا ترى هيفصل معانا ولا مش هيفصل. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه المصباح بتاعنا شغال اهو، واحنا نقرب هنا طبعا نحط الترموستات فوقه عشان خاطر ايه ياخد درجه الحراره بتاعت اللمبه. تمام نقرب كده عشان برده الناس تشوف. طبعا انا ظابط هنا على ايه على 37. طب احنا ممكن ايه يعني نقرب المسافه شويه نعملها على ايه على نشوف كده معانا اول اللمبه هتفصل ولا لا. اهو تمام زي ما انتوا شايفين اهو فصلت على كام، على 20. طب احنا هنرفع لايه لغايه 22 كده 23، نسيبه كده ونجرب نشوف المصباح بتاعنا يسخن المكان. طبعا الحساس بتاعنا هو اهم حاجه ان هو يحس بالحراره يا جماعه، انا ظابطها طبعا على شايفين فصل اهو يا جماعه. تمام يبقى احنا كده العملية بتاعتنا نجحت 10 على 10. كل اللي احنا هنعمله ان دي بقى معانا
معانا دلوقتي معدات جاهزة للتفقيس في أي وقت. ركبناها في إيه؟ في 5 دقايق يا جماعة أو 10 دقايق، وعملناها طبعا الشرح غير التركيب. انت كل اللي انت هتعمله زي ما انا قلت لحضرتك لمبة والترموستات، ده اهم حاجة تجيبه. طبعا ممكن يقول لك موجود عندي 37، ممكن يقول لي عندك 45. اقصى حاجة ممكن تجيبها يا جماعة الخير، اقصى حاجة تجيبها علشان خاطر ما تزعلش، 45 درجة يا جماعة. الترموستات اقصى حاجة فيه 45 درجة، ان ما لقيتش حتى 40، يعني لو في 45 الدنيا هتمشي معاك كويس، لكن اكتر من كده يا جماعه بصراحه هتزعل جامد، وهيبقى معاك الحساسيه بتاعته. كل، خلي بالكم انا بقول كده ليه، لان كل ما الدرجه هنا تكبر كل ما الحساسيه بتاعته تقل يا جماعه في درجه الحراره. يعني انتوا شايفين هو عامل 40 درجه، انا عندي بيلعب معايا. يعني انا كانت مشكلتي مع الترموستات ده يا جماعه ان التأثير بتاعه كان بيبقى يعني في حركة 4 أو 5 درجات ممكن يلعب فيهم، فكان طبعا بيبقى بتبقى مشكلة كبيرة معايا. يعني مثلا ابقى ظبطه على مثلا درجة، ظبطه على 37 و8 من عشرة، اجي اقيس بالترموست مثلا، اقيس بأي مقاس درجة حرارة، وفجأة الاقيه عامل 42 و43 درجة. ولكن ان شاء الله باذن الله في اليومين اللي جايين دول. طبعا انا كتبت الغلطه بتاعتي اللي كنت بعملها يا جماعه، ان كنت بعمل ايه، ان انا كنت بحاطط الترموستات ده مع الفقاسه جوه. يعني اللي هيبقى شايف الفيديو هيبقى عارف. طبعا انا يعني اللي استنتجته بعد كده من غير برضو ما حد يقول لي والله، ان هو احسن ان ده يبقى بره، علشان إن لما احط الحراره كلها مع بعضها جنب بعضها ممكن ده يتعارض مع الحساس فيعمل الذبذبه اللي احنا اللي حصلت معانا دي. وطبعا دي معلش برضو هتبقى برضو حركه كويسه جدا، يعني لان احنا نعرف نشغل بكل بساطه بدون اي مشكله وبكل سهوله. طيب طبعا هو حاسس الحراره بتاعته لسه شغاله. احنا لو بعدنا عنه كده بقى شويه، نبعد اللمبه شويه عنه. طبعا هي اصلا خلي بالكم يا جماعه درجه الحراره تعتبر قليله، قليلة خالص، فعشان كده هو مش هيبين خالص ان هو ان فضل، لان هو اصلا في الفصل. كل اللي احنا هنعمله ان احنا لو احنا زودنا شوية، يعني ان حرارة الدنيا الوقت احنا حرارتنا الوقت بتبقى يعني عالية اهو، درجة 25. تمام، نشوف كده طبعا هو بياخد وقت، لان انا زودته على الوقت هو حتى 26.5 اهو. طبعا زي ما انا قايل لكم من درجة الحرارة دلوقتي، شايفين بدأ يفصل اهو كده، فصل اهو خلاص. طبعا هو احنا لو سبناه، يعني احنا لو سقعنا الوقت ده كده دلوقتي هيبدأ يشتغل تاني اللمبة او المصباح. بس طبعا كل الكلام ده يا جماعه كابني درجه الحراره قليله، انا مش عايز ارفع درجه الحراره جامد عشان خاطر يعني ننجز في الفيديو بس عشان ما نطولوش. وكده يا جماعه الخير، انتظروني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه في تفقيس بيض السمان باذن الله. طبعا ميزه الموضوع اللي احنا عملناه يا جماعه، ان ميزته ان انت حضرتك الجزء ده اهو، او المجموعه اللي احنا عملناها ديتي دي يا جماعه بقت مجموعه تفقيس جاهزه، ان انت تقدر تشغلها في اي كرتونه، في اي علبه، في اي، مش عايز اقول بقى. طبعا زي ما احنا عارفين ان ده يا جماعه الامبير بتاعه 16 امبير، يعني انت تقدر توصل عليه اكتر من 3 او 4 لمبات او 5 لمبات، مش هيقول لك اي حاجة، لا هيشتغل معاك 10 على 10. وده طبعا ميزة كويسة مش موجودة في الترموستات الديجيتال، لان الديجيتال يا جماعة 500 ملي امبير، يعني نص امبير. تمام، يعني نص امبير، يعني انا دوبك انا زي ما انتم شايفين بحط عليه لمبة 18. هو طبعا زي ما انتم شايفين انا سمعت اشتغل اهو، يعني لو انا كنت مشغل اللمبة كان اشتغل.
فبقول لحضراتكم اول تحط عليه لمبات زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله، حط عليه لمبتين ثلاثه اربعه حسب المكان. يعني انت لو انت هتركبه على ثلاجه، لو عندك ثلاجه بايظه مثلا ولا حاجه وعايز تعمل تفقيس كبير، فانت حضرتك كل اللي هتعمله، انا هوطيه لان عمال يفصل ويشتغل يفصل ويشتغل، لان درجه الحراره تعتبر هنا يعتبر دافيه، فنفصله بقى عشان ما يبصش معانا زي ما احنا قلنا قبل كده. فكده يا جماعه الخير، يبقى وصلنا معاكم لنهايه الفيديو، وانتظروا ان شاء الله في فيديوهات جديدة عشان خاطر نطبق اللي احنا عملناه.